في المشهدية. في المشهد الساخن، الإعلام اليمني في مواجهة التحديات والاعتداءات طوال 8 سنوات. ماذا تقول صورة اليمن اليوم إعلامياً وسياسياً؟ في المشهد البيئي، إلغاء رحلات جوية بسبب موجات الحرارة العالمية. هل من آثار أكبر متوقعة على حركة الطيران بسبب تبعات احترار العالم؟ في المشهد الصحي، ضباب الدماغ يظهر في المصابين بكورونا لأشهر. كيف يمكن الحد من هذه النتائج المتعبة لدماغ المصاب؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.